نبي صلى الله عليه وسلم وحوو تلمامي من سام يوما في سبيل الله قبك هل مال صوما إلهي سبحانه وتعالى مالك أسي وحونات كفقية تضبات سنة من الله صعبه قبك أفريا قب صوما قبك أفريا قب صوما كان له مثل أجر قبك أسوح لي أجر في شوكر لي هاي ولا لي من الله كلا حرم جفتو ما أنتي وجد الله خجرنا بر بركة سنة رمضان إن الأفردو دفك مساكين تا دفك دنير تا دفك أوباهن إن الماء وحلصيو زاكم الله خير ولا لي وتعاونوا على البر والتقوى أن سكر بسينو الله كعبسيك هلكي حبيك ليد أعد مارتي بحسي وأصدقاء بحسي إن هذا الشيء الله يتضرب بقول أو مارة تقنين نغطي نبي صلى الله عليه وسلم المامي قبك بقيلك يا قبك صغيك وحي المدين سيد الله بني نور الله بتشاكد وطل الله بتشاكد رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك فالمصاب قد احتدم يا من ألوذ به ليقبل توبتي ارحم عبيدا قد أضر به السقم إني أتيت لباب عفوك أرتجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فضر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا الحمد لله ولا ليال وحانكو قد جرنا بشي بركة سند رمضان إلهي سبحانه وتعالى ينسو قرسيي وفضل إلهي سبحانه وتعالى ينقود أغي dad badan oo ramadaankii hore aan joogin ayaa maanta yaani maanta ramadaankii hore joogay ayaa maanta joogin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu soo gaarsiyay sida dartay jazakumullahu khair waxaan ka hadlaynaa allah ida barakee walaaliyal qof sooman oo la afuriyo maxaa laga helaya bishaan barakeesan ee ramadaan qofka sooman fadligiisu muxuu yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu tilmaamay man saama yawman fi sabilillahi qofki hal maalin sooma allah dartiis uu sooma ba'ad allah lahu bidhalika alyawm wajhu an an-nar 70 khareefa ilahi subhanahu wa ta'ala maalinkaasi wuxuu naarta ka fageeya 70 sano meel loo socdo ayuu ka fageeya hadaba walaaliyal dadka yaani maarta fadligaasi lagu balan qaaday qofka sooman qofki afuriya qof sooman isagana muxuu helaya nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu leeyahay min xadiis Khalid ibn Zayd al-Juhri waxa uu leeyahay man faddara saiman qofki afuriya qof sooman qofki afuriya qof sooman kana lahu mithlu ajri qofkaas wuxuu leeyahay ajirkiisa kale uu leeyahay ghayra annahu la yanqusu min ajri saimi shay'a isagoo aan laga nusqaamin ki soomana ajirkiisa aan laga nusqaamin ayaa ki wax afuriyay isagana maaray إلهي سبحانه وتعالى أجر كيسوك له سينيا سيدوك النبي صلى الله عليه وسلم حديثك له وحوك ليه من فضر سائما قفك أفري قفصا من كان له مغفرة لذنوبه وحاوسقنا تدن بداف أي أمارة أوسقنا تدنوب تيسا أي إلهي سبحانه وتعالى ودافيا وعتق رغبته من النار قرتي سنة وحالقو حرينيا نارت أي أمارة اللقو حرينيا وكان له مثل أجره أجر كيسوك له أي أمارة ليه وإله سبحانه وتعالى قف قصامنا أجر كيسا كله ليهي غير أنه لا ينقص من أجر شيئا كيسا من يسوى أجر كيسا لغن نسقامين وإله سبحانه وتعالى وليه مركا سبحانه كنه رسول كلا عيو ليس كلنا يجد ما يفضل به السائم لما أنتين قبعنا نقمدة مهلا عيو وحو قفكو عفوريو مركا سبحانه نور صلى الله عليه وسلم إله سبحانه وتعالى ثواب كاسي وحو سيا قفك قفصا من عفوريا يعني مارت كبشعانا يا حبتي مرا يا كبشبي يا قفك مارتي
انت اسسميا بولاه سبحانه وتعالى اجر كيسينيا ومن اشبع صائما قفكي قف صوما درجيا اله سبحانه وتعالى وحو كورابيا حوض كيغا كبشو اوسن قفكو اومين اون كدنبي اوسن اومين سدا درتيد الا او جنده كغلو سدا درتيد جزاكم الله خير ددك اله سبحانه وتعالى وحو ديبي وا بشي خيركا وا بشي صدقده نبي صلى الله عليه وسلم مركي اي كهلين صحابه وحو اها كان اجود الناس ددك ميد مودق سنمده بدن ددك mid ku deeqsnimada buu Nabi sallallahu alayhi wasallam waliba wuxuu nabigu si ahaa mid ku deeqsnimada badan markuu Ramadaan gaaro waliba dabaysha la diray ee ordaysa soconaysa sida u dadaasho si ka daran ayaa maaratay Nabiga sallallahu alayhi wasallam sadaqadka iyo deeqsnimada ugu dadayay jazakumullahu khair hadaba jazakumullahu khair aliyal kiliibkaani hal si gudbiyo hal si faafiyo maaratay walaalaha dan wadaag ee uu istaagay inay walaalaha Soomaan ay afuriyaan jazakumullahu khair walaaliyal wa taawanu ala birri wa taqwa aan su garabsiino alla ka cabsiga iyo samafalka aan su garabsiino waxaan u taagnaa had iyo goor inaan walaalaha muslimiinta aan afurino adiga kan jazakumullahu khair walaaliyal qof fikirkiisa noo dhiibta qof maarta xoogiisa nagu deeqa qof maalkiisa nagu deeqa hadii xitaa intaas aan awoodin inaad umad gaarsiido waxa laga yaabaa inay codkaana uu gaaro walaal kale oo hanti haysta ilaahayna subhanahu wa ta'ala sababtaada oo walaal muslimiino ku afuriyo jazakumullahu khair allah idin barakeeyo alxamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى قرآن في سوح كليه كوى مالكود بحنية في سبيل الله يكون بحنية تسالهود وحو لمد يهي كمثال حبة سدا حبة مروكلي حبة قلي أم حبة مسقا تاسو أنبتت سبع سنابلة يعني واحد يشري تضبط صبول قد با الله قضي حلكي حبو قلي أم حلكي حبو مسقا قد كي با الله قضي والآسي مركاسي واحد سو سارتي تضبط صبول أي سو سارتي في كل سنبولة 100 حبة halkii sabuul la waxa saaran 100 xabbo oo yaani maaratay galay ayaa saaran sida darted waxa dareemaysa halkii xabbe galayd ah ee aad maaratay bixisay oo aad sadaqad u bixisay inay dhashay ilaa 700 oo maaratay galay noqotay wallahu yudaa'ifu liman yasha ilaahi subhanahu wa ta'ala iddu doon u sii laba laaba jazakumullahu khair walaaliyal hadaba maxaad u maleyn kartaa maalka aad bixisay bil ramadaan aad bixisay maxaad u maleyn kartaa الله سبحانه وتعالى حديث القدس وكلية هي كل عمل ابن آدم يعني مرتي عمل ابن آدم ك يعني ما أسمعه السجى إسكاله إلا صان كما هني الله سبحانه وتعالى وكلية هي فإنه لي وأنا أجزي به صام كأني جا إسكاله أني جا أنا أمد الكعبة المرينة هي عملك يا خيرك الغب لنقى هذه بن آدم مو قنكره الله سبحانه وتعالى يا كفالق هذه سيدا درت جزاكم الله خير إن أجاب كورته إن أدمانت وبرشي وحلال بها لها نبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي صباح والبواق وبريو waxa soo daga laba malag labadii malag marka midna uu habaartami midna uu duceynaya midka mid wuxuu leeyahay allahumma a'di munfiqan khalafa ilaahayow ki maalkiisa bixiyay maalkiisa huray ilaahu badal khayr qabasi ilaahayow badal khayr qabasi waayo wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim maxaa yeelay wax walba aad bixisaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka warqaba ilaahayow badal khayr qabasi ka kale muxuu leeyahay allahumma a'di mumsikan talafa ilaahayow midkii maalka haystay ee nafta u quuri inuu bixi quuri waayay ilaahayow baaba ka dhig maalkay ilaahay baa ku siiyay ilaahay baana maalta kugu amanaad bixiso allah subxaanahu wa ta'aala xad qosu ku leeyahay ya ibna aadam أنفق ينفق عليك ابن آدم مالك أذوق مارته به أذقنا والله وسينا يا وكف على رسمي نبينا صلى الله عليه وسلم حط المامي قفك بخيلك يا قفك سخيك وحل مدين سيد الله بني نور الله بتشاكد وات الله بتشاكد كان سخيك دغسك مر الله لمرك وح بحيو وح دعيسة إنه جاكد أي في الضوء إنه يسكتوا هاسو بحلو هاسو بحلو إلا مركد بنتي رات كيس أي صوت ترتو أي واسع نغطو وحلو لجيدا قفك سخيك وح كمان نسخامان وأزيادة ما هني وحما كمان نسخامان سيدو كالي قفك بخيلك أسقى مركو وحبه ما هو أنت حنوني سلابت حنوني سا وحلو ليه هاي عديك كامبنا عديك بس كامبنا نبي وحطنا عليه السلام
inta ka dayo ku dhageyso ilaa ay kalxamihiisa iyo laabtiisa ay cariiriso isagu wuxuu isleeyahay wax la bax yani maartu waxbaad haysataa waxbaad haysataa adiga kugu filan yihiin laakiinse baaba iyo burburu ka qaadaya haddaba jasaakumullahu khayr walaalayaal walaalahan qiimaha badan ee dan wadaag ee uu istaagay naftoodii waqtigoodii maalkoodii geliyey inay ummaddaasi muslimiintaas u adeegaan adigu maanta maxaa ku taageeri kartaa sababtu waxay tahay kulligeen jannaan wada rabnaa camal kheyraan wada rabnaa haddaba annaga kaligeen miya iskale waa may adinkana qaybaad ka timid jasaakumullahu khayr allah idin barakeeyo gaarsiiya maarata ummadda meel kasta ay jirto insha allahu tacaala gruubyada iyo meelaha badan ku sii faafiya ilaahay subxaanahu watacaala waxaa laga yaabaa in dad ilaahay maarata wax u dhiibay ee muslimiintaas walaaladooda u damqada in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo saaro meeshaasi adigana ajira ka heso jasaakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal meel loo kala hara ma jirto maantay waa u jeedaa waxaan ku jirnaa bil barakaysna ramadaan inaad afurido dadka masaakiinta ah dadka danyarta ah dadka u baahan inaad wax la siiyo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa waxaad ka helaysaa darajo weyn ilaahay subxaanahu watacaala waa kuu qiimeynayaa waa hooyooyin waa sooman yihiin waa taqaana hooyadu qiimaha ay leedahay wax ku fadhido waa dareemi kartaa sidaa darteed haddaad maanta xolo baxdaan xaqiiqatan waxaan wax ka sii mudanay lahaayeen waxay lahaayeen in adeeg ka dheeraada oo wax u dhammaystir inay helaan ayay lahaayeen laakiinse ilaahay subxaanahu watacaala awood intaanay leekahatay qof walbow maanta wax la bax beri baa helaysaa wamaa tunfiquu min shayin yuwaffa ilaykum ilaahay subxaanahu watacaala wuu idin oofinayaa wax la baxa wax aad maanta la baxdo war haddaad xabad moosa keento xabad moosa haddaad keento wuxuu ku noqonaya 700 moos uu ku noqonaya waa fahamta samahan sidaa darteed allah idin barakaa jazaakumullahu khayr ku shirin allah ka dhigee waxba aha karan maana yani maaratay sadaqo yanaan ma gasho yani sadaqo haba yaraato ittaqunnaara walow bishiqi tamr allah idin barakaa jazaakumullahu khayr